لكن في شويه حاجات كده يا استاذ ابراهيم يعني الاهلي مشغول بنفسه برضه، ودي مقاله ثانيه. الاستاذ سليمان قناوي رئيس تحرير اخبار اليوم السابق كتب في الاخبار مقالته بعنوان الاهلي مشغول بنفسه، وبيقول ان حسنا يفعل النادي الاهلي حاليا ان كل مشاغله بنفسه وتركيزه على انجازه وعلى اسعاد اعضائه وجمهوره، لدرجه انه اصبح للاهلي زي ما بيقول الاستاذ سليمان قناوي انشغل الاهلي باسعاد اعضائه وجماهيره فشيد ثلاثه مقار، والرابع في الطريق بجانب مرسى على ضفاف النيل واخر في مرسى مطروح، فحيثما تولي وجهك شطر اي الجهات الاربع بالقاهره الكبرى ستجد فرعا للنادي الاهلي. الجزيره لخدمه وسط وغرب وجنوب القاهره، ومدينه نصر لسكان شرق العاصمه وشمالها، والشيخ زايد لخدمه 6 اكتوبر ومحافظه الجيزه، والتجمع الخامس تحت الانشاء لخدمه القاهره الجديده والعاصمه الاداريه الجديده، كما اصبح للاهلي استاد باسمه بعد تعاقده مع على الاستحواذ مع استاد السلام لمده 9 اعوام، او بناء الاستاد الخاص به ايهما اقرب، اضافه الى الفرع الجديد للنادي بالاقصر او الذي ستعقبه فروع اخرى تغطي اجزاء كبيره من المليون كيلو متر مساحه مصر، كل ذلك بالاضافه الى المصيف الدائم في مرسى مطروح. ولم يهتم مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطير بكرة القدم فقط التي يحقق فيها أكثر البطولات سواء الدوري أو الكاس أو أفريقيا، ولكن وصل إلى أن يكون الأهلي على رأس أندية العالم بهذا الإنجاز الكبير وبعدد 41 بطولة. طيب فضل. عندنا رصد بالمناسبة يعني قال لك لم يهتم بكرة القدم فقط، لأن حقق إنجازات في أخرى دي عايزين نتكلم عن ده، لأن الأسبوع الماضي ده كان تصافي تقريبا النادي الأهلي ما دخلش بطولة فيه على مستوى الناشئين في الألعاب الأخرى إلا وحصدها.